الكل يستخدم العملات الورقية للدرهم الإماراتي لكن ما يعرف تفاصيل طباعتها. نحن موجودين في عملات للطباعة الأمنية اللي تابعة لمصرف الإمارات المركزي في العاصمة أبو ظبي. تفاصيل هذه الطباعة وكيف تتم في أبو ظبي لعملة الدرهم في هذا المكان اللي يعد الأول من نوعه في المنطقة. تعالوا نعرف التفاصيل. البداية من هذه الصفحات البيضاء ذات العلامة الأمنية والمائية واللي يتم التأكد من جودتها لتدخل بعد ذلك مرحلة طباعة العملة الورقية، وهنا يتم طباعة فئة الخمس دراهم الجديدة وتتم بهذه الأجهزة اللي تعتبر الأحدث في العالم. بعد ذلك تدخل مرحلة الطباعة الغائرة أو ما تعرف بالطباعة البارزة باستخدام أحبار خاصة تعبأ تلقائيا وبأجهزة يتم التحكم بدرجة الألوان والدقة على الورقة المالية المصنوعة من البوليمر ومتابعة سير الطباعة. بعدها يتم التأكد من دقة العلامات الأمنية والمائية على الأوراق المالية مجددا قبل أن تدخل لهذا الجهاز اللي يتم فيه فرز الأوراق المالية غير الصالحة تلقائيا وتحويل الصالحة منها بعد الطباعة للاستخدام في المراحل المقبلة، وهي عملية وضع الرقم المتسلسل على الأوراق أوتوماتيكيا. طبعا في هذه المنشأة التابعة للمصرف المركزي يتم طباعة العملة الإماراتية الورقية بالإضافة إلى إمكانية طباعة أوراق مالية لدول أخرى تجاريا. مثل ما تشوفون هذه المرحلة الأخيرة واللي يتم من خلالها تقطيع العملات الورقية وتجهيزها وبعد ذلك وضعها في الصناديق المخصصة للتوزيع. هذه المرحلة حتى توصل لها تحتاج الفئة الوحدة لا يقل عن 10 أيام عمل وطباعة. بعدها يتم تحويل هذه الأموال للمصرف المركزي اللي بدوره يضخ هذه الأوراق المالية للمصارف والمؤسسات المالية حسب الأنظمة المتبعة.